فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. احييكم من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق هذا الصباح الذي خصص لفئه الايداع، والذي ياتي بالتوجيهات الساميه من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله ورعاه، واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبدعم واهتمام دائم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، وبتعليمات ايضا من رئيس نادي دبي لسباقات الهجن سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد ال مكتوم. على بركه الله ننطلق باول اشواطنا الرئيسيه لفئه الايداع لاصحاب السمو والشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل. المسافه المقرره هي 5 كيلومترات التي ترافقنا في هذا الشوط، ومع هذه الانطلاقة الأولى ترحيبنا أيضا برئيس هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي الذي نتشرف بحضوره الكريم لمتابعته هذه الأشواط، ونتشرف بكل الأخوة الحاضرين الذين توافدوا على أرضية هذا الميدان. هذا محدثكم أيضا يحييكم من وراء الميكروفون سالم بن ركاض العليلي. على بركة الله ننتقل إلى المركز. يا سلام اسرحت والرب يحفظها حريد عن عيون الحاسدين الطابعة، يوم جد الجد يا بن سليم واشتد الوطيس، بدلت مرباعها لتربعة كأنها طير على الصيد حريص، مخطر عمرك بيها تجلع، لا تكلمها ولا تقول لها شيء، خلها 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 في راحة تامة، في راحة تامة، خلها تتجاوب مع الموكب، تتجاوب مع الجمهور، تتجاوب مع التشجيع، وهي من المشجعين، وهي من المبدعين، تبدع في الميدان مع الجماهير، مع الجماهير، وأصوات العصافير، وأصوات السيايير، وأصوات الجماهير التي ترافقها، التي تشجعها، بدأت تقترب من خط النهاية بدون تعليمات، عصاها في الأبطان، عصاها في الأبطان، أبداً ما حركها ولا كلمها ولا أمر، الأداء تلقائي، الأداء ذاتي، الآن حركة بسيطة، الآن حركة بسيطة، هذه هدية للجماهير، هذه هدية للجماهير، بايبها للناس سفرة، نعم يابها بالهدية والناموس والتهاني للسيد خليفة بن حمد بن سليم المركز الثاني، فهنا أيضا خليفة بن بليش المركز الثالث، لسمو الشيخ حمدان بن محمد المركز الرابع، عبد الله سيف ضبيع المركز الخامس، سالم بن محمد ضبيع المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد، والمركز السابع والثامن والتاسع والعاشر. معرس معرس